عزيزي المشاهد، أهلا بك في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج رجال من الكويت. اليوم نلتقي برجل من رجالات الكويت، هو رجل الأعمال حسين علي الخرافي. حياك الله أبو أحمد معنا، ونحن سعداء بهذا اللقاء. الله يحييك. جرت العادة أن احنا نبدأ من أين وكيف وإمتى كانت الولادة؟ والله الولادة بالنسبة عندنا احنا دائما جيلنا معظمه عنده يعني تاريخ دبل، فعند احنا كلها معظمنا يعني كنا ولادة البيت، ما كانت ذاك الوقت مستشفيات. نعم. فالوالدة الله يرحمها سجل في أكتوبر 49. بعدين مع الوقت استفسر، قال مع وفاة المغفور لأحمد الجابر وصعود المغفور لعبد الله السالم للحكم، يعني جانيوري 1950. نعم. تلاحظ أن ذاك الجيل دائما كان يقرن الولادات بأحداث. نعم. هذه الأحداث يعني، وغالبا في أحداث في تاريخ الكويت، يعني غالبية من نسألهم من يعني جيل، دعنا نسميهم جيل، شو نسميهم، يعني جيل الخير، أنهم دائما ولاداتهم اقترنت بأحداث. الآن طبعا التواريخ كما نعلم، هذه الأحداث تعتقد أنها هي التي يعني ساعدت على نماء وإيجاد هذا الكيان الذي يسمى الكويت؟ لا شك أن الأحداث كلها في أحداث متعلقة بأوقات تاريخية الناس ترجع لها، لأن ما كانت عندنا الأجندات والتواريخ وغيره وغيره، وإنما في أحداث مثلا سنة المجلس تبين في التحرك السياسي اللي كان في بداية الثلاثينات من القرن الماضي، في تواريخ متعلقة بغزوات أو خلينا نقول دفاع عن الكويت تحدد كانت أو الدفاع عن الكويت وتحدد هوية الكويت، اللي مثل سنة الصريف وغيره وغيره وغيره. هذه السنوات كذلك مرتبطة بعائلات شهدت الكثير فيها، سقط فيها من الشهداء. نعم. موجودين. ف يعني من المهم جدا، انا اعتقد احنا تاريخنا تاريخ الكويت تاريخ طويل اذا قارناه كدوله او كيان، اذا قارناه بدول بالمنطقه. فانا يعني من فرصه لي من هذه الحلقه، يا ريت انه يكون في اهتمام من قبل الدوله، حتى مثل ما صار في الاهتمام بالشهداء اللي صاروا ايام الغزو الصدامي القادر، ان يكون نرجع نسترجع. نعم. نسترجع ونسجل بالفخر شهدائنا اللي سقطوا على مدى القرون السابقه ايضا. نعم. وهذا يعني دعوه هذه جدا ممتازه وفكره رائده، ان شاء الله نامل ان يؤخذ بها. بدايه، اين اتجهت في الدراسه؟ بالدراسه الجامعيه تقصد؟ لا، الدراسه الابتدائيه يعني. البدايات. اي بداياتي انا كنت من، انا اسمي نفسنا من الجيل المحظوظ يعني. نعم. انا من القلائل اللي في سني اللي دخلوا الروضه بمعناها الحقيقي الحالي. بمعنى رياض الاطفال. رياض الاطفال. فانا دخلت روضه طارق اللي هي قريبه من الشيراتون، وهذه ما اعتقد ما زالت موجوده، فكانت واحدة من روضتين في الكويت. وكنا يعني نحصل على قدر كبير من الاهتمام. كان معظم طبعا كان الروضة معلمات، فكانوا يدرسونا معلمات، وكنا خليط من الذكور والإناث طبعا الصغار والتلاميذ، وكنا ندرس وطلعنا منها من خلال السنتين هذه، وكان عندنا يعني قوة في اللغة بمعرفة الحساب واللغة العربية وغيره وغيره، إلى درجة أن أنا بعد ما طلعت من روضة رحت مدرسة خالد بن وليد في المباركية،
وعلى طول ودوني صف الثالث، يعني ما ودوني أولى. أولى بعد إيه. فاستفدت يعني النطة هذه فادت. نعم. ولا أثرت علي، بالعكس تعاملت وياها. فهذا كان طبعا في بالديرة في خادم الوليد. وبعدين صار في التحرك اللي بدأت، صار وقت التثمين وبدأ الخروج إلى المناطق الخارجية خارج السور. فسكننا في شويخ منطقة باء، ذاك الوقت غير مرقوبة لأن يقول هاي سبخة ما تنفع. فسكننا فيها وانتقلت من خالد بن وليد، رحت مدرسة الشامية. نعم. قعدت بالشامية شوية، بعدين فتحوا الغزالي لأن كان في تنمية على طول. نعم. رحت الغزالي في شويخ منطقة باء، فتحوا ابتدائي فقط لمدة سنة. رجعت مرة ثانية 4 سنوات الشامية. وبعدين طبعا تأهلت للذهاب إلى الثانوية الوحيدة في الكويت اللي هي ثانوية الشيخ. نعم. بالنسبة لنا احنا يعني وصولنا لثانوية الشيخ هذا شيء بحد ذاته ضخم. نعم. جدا. فهذه من المراحل الثانوية اللي يعني حتى وصول الثانوية. هل تذكر في الابتدائي من كانوا مدرسينك أو من زملاء المرحلة الدراسية؟ والله زملاء كثير، يعني معظمهم يعني تقلد وظائف كبيرة في البلد، وبعضهم انتقل إلى رحمة الله الله يرحمهم. ولكن إذا جينا حق المدرسين كذلك احنا حظينا بكوكبه من المدرسين اللي خلونا اساسا ما نحتاج ناخذ دروس خصوصيه. وما كانت اصلا سائده هذه الدروس الخصوصيه. لا ما كانت سائده. وكانوا المدرسين تعرفين، انا لما اتكلم في حقبه الخمسينات يعني معظم المدرسين كانوا جايين من فلسطين. نعم. او من بلاد الشام، من سوريا مثلا. ف هذولا كانوا يعني هم يعتبروننا مثل أبنائهم ويهتمون فينا، ولا ينظر أي نظرة مادية من وراها. بالعكس كان يعطينا، وكنا نحترم احترام. وفعلا لما نقول قفل المعلم، فعلا قفل المعلم هو فيه التبجيلة. فأنا أعتقد الكثير من نجاحاتنا كانت بسبب هذول التدريس الجيد والاهتمام الجيد، ناهيك عن طبعا الاهتمام من قبل الدولة فينا. ويعني مثل ما تقولين كانوا يعاملوننا بيدهينا لا تنكتين. الجوتي اللندني ما شفناه زين، يعطونا الجواتي. نعم. ويعطونا الهدوم، البدلة الرمادية، البدلة، ويجون يبون الخياط يفصل لنا بالمدرسة. نعم. ويعطونا ذاك القدر الطيب زين، وكل شيء يعني الى درجه بعض يعني يمكن بعد كانوا يمكن حتى الظهر ننام الظهر او نرد. فهي يعني اهتمام كبير جدا ورعايه طيبه. يعني الكويت من البدايه كان عندها اهتمام بالتربيه. نعم. والتعليم والاسس هذه. نعم. طبعا للاسف الشديد على الان ما تعتقد ان يعني انحسرت هذه الاشياء او هذه العنايه الزايده، يعني دعنا نقول كثره العدد، يعني كثره العدد لها يعني عليها معول في ان تقل يعني الرعايه والاهتمام بالنسبة لهذا الأعداد الكثيرة من المدارس والطلبة، ربما هي السبب في هذا؟ لا، هو يمكن من ناحية كثرة العدد لا شك أن العدد كبير، وبالتالي الميزانية ما تتحملهم. نعم صح. فإحنا على أيامنا كان عدد سكان الكويت 300,000. لا شك أن ما في دولة ممكن أن تواكب وتراعي المواطن بهذه السرعة. يعني مستحيل أن مثلا الحين الدولة لازم شوف يطلع كم، لازم تطلع مثلا 100,000 بيت علشان تسكن الأعداد المتزايدة. نعم. زين، هذه 100 بيت، إذا البيت ب70,000 بس ب70,000 هذه يبي لها مالية، يبي لها سالفة. بس إحنا يعني نحاول دائما تأجيل المشاكل. تأجيل المشاكل يودينا إلى كوارث. نعم.
بس نرجع مره ثانيه علشان ما الرقيب يقص الشريط مالنا. لا ما تعتقد ان اعتقد ان يعني ان بالفعل ان لازم ان يكون اعاده نظر بمستوى التعليم الحالي وكيفية تطويره. ما تعتقد يعني الآن حسب المؤشرات التي تشير أن يعني الدول يعني تعتبر الكويت من الدول المتقدمة في العدد طبعا في الأولويات في الاهتمام بالمواطن والرعاية مثلا الصحية والرعاية التعليمية؟ يعني إحنا نقول الحمد لله يعني قياسا ببعض الدول التي لا يحظى المواطن فيها بجزء من يعني مما يحظى به المواطن الكويتي. يعني لا شك هذه احنا نلاحظها من البدايات. نعم. حتى من بدايات استخراج النفط في الكويت والحصول وتحسن الايرادات ان يعني من البدايه ان الحكومه ابتدت بتوزيع الثروه بالطريقه المناسبه عن طريق التثمين مثلا. هذه من ناحيه توزيع على المواطنين على اساس يعني مشاركه في المكاسب. ولكن كذلك هذه يعني لا شك الى الان انا ما شفت دوله تباشر مواطنينها بالاهتمام سواء بالتعليم او السكن او اي اشياء ثانيه نشوفها، لان احنا قاعد نشوف الترابط بين الحاكم والمحكوم هذا شيء واضح جدا. زين ما يمكن نقارنه في اي دوله كانت سواء متقدمه، ولكن احنا الان ما نتكلم عن نفسنا، احنا نتكلم عن الاجيال القادمه. نعم. وكيف نهتم لاجيالنا؟ مهما قلنا الدوله ما قصرت، زين اليوم الدوله ما قصرت لانها قادره على 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 التمويل وعلى اعطاء هذه الخدمات. انا اليوم نشوف مستشفياتنا، بس اذا بس نشوف المستشفيات التي سوف تفتتح خلال السنه القادمه حجما اضعاف تساوي اضعاف المستويات الحاليه. بس هذا لا يكفي، لان الجاي شوفي لما نشوف الاحصائيه مال عدد السكان القادمه الى سنه 2030 ولا 2040 والاراده الموجوده لازم يعني في شيء صعب جدا لازم نسويه. وكل مره نقول يا ريت الدوله تقدر تسوي كذي او تسوي كذا او تسوي كذا، لكن احنا نقول لما الحين ما زال هناك القليل من الوقت، تبقى القليل من الوقت لكي نتفادى كوارث قادمه. نعم. إذن يعني محتاج ان اعاده صياغه النظم المعمول بها تجاه الخدمات العامة حقيقة هي التي يعني يجب أن تعاد صيغة توظيفها، كيف تخدم المواطن وكيف تقطع يعني تخدم قطاعات الشعب المختلفة سواء الصحة أو التعليم أو غير هذا. أبو أحمد، طبعا أنت كملت المرحلة المتوسطة وذهبت إلى الثانوية الوحيدة كما ذكرت في الكويت ألا وهي ثانوية الشويخ. هذا الصرح يعني كيف شفته وأنت مقبل عليه وأنت أحد هؤلاء الطلبة الذي سيتعلمون في هذا الصرح التعليمي الكبير؟ هو شكل ما تفضلتي فعلا أنا يعني اللي قلتي صح، هو الصرح تعليمي وليس مدرسة، هو أساسا مدينة. نعم. مدينة للتعليم، وهذه المدينة فيها بشوارعها، فيها بمبانيها، فيها في بملاعبها، طبعا الموقع الجغرافي مالها ممتاز جدا اللي على البحر على جون الكويت، فيها السكن الداخلي، فيها ملاعب التنس والسكواش. تخيلي إذا احنا قاعد نتكلم بس بأواخر الخمسينات أوائل الستينات ملاعب تنس على مستوى عالي، ملاعب سكواش على مستوى عالي. يعني بالمناسبة أنا كنت بذاك الوقت واحد من أبطال الكويت في لعبة التنس الأرضي، واخترت كواحد من ثلاثة يعني ضمن وفد رياضي كبير مع إلى رحنا إلى القاهرة وبورسعيد واسكندرية. فشوفي طريقة الاهتمام اللي يهتمون فينا. نعم. حاط لنا مدرب خصوصي يدربنا. زين كل شيء على حساب الدولة، حتى الكرات التنس على حساب الدولة.
نتوقف أبو أحمد عشان نأخذ استراحة قصيرة عزيزي المشاهد، ثم عودة لاستكمال الحديث عن سنوات الدراسة الثانوية بالنسبة للسيد حسين علي الخرافي. استراحة قصيرة. عزيزي المشاهد، عودة مرة أخرى إلى ضيفي أبو أحمد حسين علي الخرافي واستكمال حديثنا عن سنوات الدراسة الثانوية في ثانوية شويخ. متى خلصت الثانوية؟ شويخ؟ هذه التاريخ لا ينسى. أنا خلصت مع بداية في حرب 67. 67؟ حرب الأيام الستة. نعم. صيف 67 هو يونيو 67. نعم. وأذكر أنه كان باقي لنا امتحانين يعني باكر عقبة مثلا، ووقفونا قالوا هذه الحرب. عاد كنا نتريا يعني يا الله من فضلك أن يعني إسرائيل تروح بيومين. إيه. وأحمد سعيد كان يلعلع وقتها. نعم. في صوت العرف وتقول قاعد يطيحون الطيار تقول ذبان طيارات إسرائيل تطيح. بعدين فوجئنا بالفاجعة. نعم. إيه المهم قعدنا كم يوم بعدين ردوا وكملوا الامتحانات وخلصنا. انت في هالفتره كانت ثانويه شويخ في حراك سياسي وقومي، كانت ايضا ثانويه شويخ تطلع مظاهرات الطلبه، شلون كانوا يتنادون لهذا؟ لا هي مو مظاهرات بقدر الإمكان، مثل ما مثلا كان تعرفين دائما الشباب عندهم الحماس، بس هذه انا ما لحقت عليها، كانت قبل يمكن سنه او سنتين لما جت المناضله جميله ابو حيث. نعم زارت. فزارت، فكانوا الطلبه يريدون يطلعون علشان يستقبلونها او شيء من هالنوع، ولكن الله يرحمه المخبر الشيخ عبد الله اليابر كان وزير المعارف ذاك الوقت او مدير اداره المعارف، ما كان اكو وزاره. فبالعكس هو بنفسه وقعد وياه وطلع مع الطلبه بالمظاهره فهدى امورها. بس احنا تاريخنا يعني بشكل عام المظاهرات كانت مرتبه منظمه، يعني اذكر لما انا كنت مثل الخيال لما كنت صغير سنه 56 ايام العدوان الثلاثي. نعم. اذكر ان كنت ياهل يعني ما يلا اتذكر شارع عبد الله السالم اللي هو شارع الجديد كان مليان مظاهرة، فكان الحس القومي كثير موجود. نعم نعم أبو أحمد، بعد ما خلصت دراسة الثانوية وين اتجهت للدراسة؟ بعد ما خلصت الثانوية رحت الجامعة الأمريكية في بيروت. بيروت. شو يعني كان في ذهنك أنك تدرس يعني؟ والله بذاك الوقت أنا يعني لأن تعرفين من مرحلة الابتدائي كنت دخلت متبكر، أنا طلعت يمكن تخرجت من الثانوية عمري 17. فجيت سجلت في جامعة الكويت توها فاتحة أول سنة. فوديت الملف مالي سجلت على أساس بدخل كلية توها بادية أو كليتين. بعدين عندي اخوي الاكبر خالد الخرافي الله يرحمه كانت له نظره اكبر، فيعني بيني وبينه 20 سنه فيعتبر بمثابه الوالد كذلك. فلا اقنعني ان اسحب الملف من الكويت واوديه الى الجامعه الامريكيه في بيروت، ورحت وسجلت في الجامعه الامريكيه في بيروت. ما سجلت لان انا ابي اروح هناك، وانما بالعكس هو رتبها بهذه الطريقه ورحت هناك وسجلت والحمد لله. شنو كان التخصص؟ الحمد لله انه يعني انه فعلا رحت هناك لان هذه غيرت بصمه في حياتي. شنو كان تخصصك في تخصص الاداره العامه يعني علوم سياسيه واداره عامه. طيب كيف تصف الحياه الدراسيه في بيروت في ذلك الوقت؟ ونحن نعلم بأن بيروت كان فيها الحراك الثقافي كبير جدا، يعني الحياة مختلفة، أنت طالب طالع من مجتمع يعني محافظ إلى بلد مفتوحة على العالم. وقتها طبعا هذا كان العصر الذهبي للبنان،
وبيروت. فلما رحنا هناك أنا رايح سنة 67 وتخرجت في بداية في فبراير 72. خلال الفترة هذه كلها طبعا كنا بعيدين عن الكويت، ما كان في نوع من الاتصال بيننا وبينهم، ما في تلفونات نتكلم، يعني لو بنكتب مكتوب حق الاهل يبي له 3 أشهر رايح راد زين. فعشنا مستقلين هناك، ولكن احنا كنا نرتبط مع بعض ككويتيين سواء شباب او فتيات، وكنا يعني كان لنا محيطنا عن طريق الرابطة نلتقي فيها شبه يومي، رابطة الطلبة هناك. اي وبس كانت الحياة جدا مريحة، ما في حتى ما كنا نحس يعني بالأمور السياسية اللي نشوفها الآن موجودة بلبنان، وكانت قبلة السياحة في الشرق الأوسط. نعم. أعتقد يعني في أواخر سنوات الدراسة بدأت مناوشات الحرب الأهلية. إيه أنا أتذكر مثلاً في نهاية في 72 ولربما بعدها بسنة رحت بعد ما تخرج شوية، لاحظت أن ابتدت أشوف ناس لابسين عسكري وياهم كلاشينكوف وكذا يمشون في الروشة. فأعتقد هذه كانت البداية اللي هي الفلسطينيين اللي موجودين عايشين في بيروت ابتدوا كذلك، صار في اللبنانيين حسوا أن فيها هذه استفزاز لهم، وكانت أعتقد الشرارة لحرب أهلية بدأت بعد 75. نعم. أنت كيف كنت تتواصل؟ يعني هل كنت تقضي إجازاتك في الكويت أم كل سنة تأتي مرة؟ خلال الدراسة. نعم. خلال الدراسة كنت أي الكويت يعني بس أزور الأهل لمدة يوم يومين ثلاثة وبعدين أرد مرة ثانية، لأن صار يعني صار لنا حياتنا اللي موجودة وكنا اللي موجود وكذا. طبعا في البداية لازم إحنا نسكن سكن داخلي هناك. نعم. لمدة أول سنة أو سنتين وبعدين أنا طلعت خارج لنا. ولكن هذه كلها خلتنا نعيش مع بعض، وحياة القربة ذاك الوقت أنا أسميها قربة، الحين مو قربة، الحين إذا عندك أحد تواصلنا وياه بتشوفين الصوت وصورة. نعم. هذه القربة خلتنا كذلك يصير في عندنا ناحية الاستقلالية والاعتماد على النفس والحمد لله. يعني أنا شفت معظم الطلبة اللي هناك ولا كلهم الله وفقهم ونجحوا في أعمالهم وكذا. 72 تخرجت، عدت إلى الكويت ورأسا اشتغلت في شركة الملاح. لماذا الملاح؟ نفس الشيء تأثير المرحوم خالد الخرافي. فلما جيت أنا فقال لي أخوي كان وقتها وكيل وزارة للتجارة، كان يقول لي وين تحب تروح؟ طبعا كان الملعب فاضي لأي واحد خريج، في فرص كبيرة. نعم. ما كان في الضغط صحيح. الحالي. فأنا أقدر وخريج جامعة أمريكية بيروت والمعرفة باللغة الإنجليزية وكذا تفتح فرص. فقال لي وين تحب تروح؟ قلت له والله قاعد أفكر أروح وزارة الخارجية أو التجارة. قال لي لا يبا لا تفكر الحكي هذا، اترك عنك هالحكي، إذا رحت اشتغلت لا تشتغل بالحكومة. لاحظي أنه هو وكيل وزارة يعني كان يقولها من واقع خبرة يعني. نعم. فقال لا تشتغل بالحكومة، إذا اشتغلت بالحكومة ترى راح يصدي مخك. هذه الكلمة. قال إذا قعدت 10 سنين بالحكومة كأنك قاعد سنة واحدة بالقطاع الخاص، فأنصحك تروح القطاع الخاص. فالمهم ما كان القطاع الخاص كبير بالشكل. لا يقصد لا تعمل بالحكومة. نعم. أعمل في شركات، شركة مساهمة. نعم. أعمل في مؤسسة ليست مرتبطة بالنظام الحكومي، بالكادر الوظيفي. نعم. بالكادر الوظيفي هذا. فالمهم عقب جولة مني ومني فشفت أن العمل في شركة الملاحة يتماشى مع اهتماماتي، لأنه شيء عملي لازم أطلع أقعد أشوف الباخرة، حملت الباخرة إيش كثر كذا كذا كذا. فعملت في شركة الملاحة، ولا شك أن كذلك أنا أن شركة الملاحة اهتمت فينا كبداية، كنا يمكن 2-3 كويتيين، فاهتمت فينا وعلموني من البداية للنهاية كيف أتعامل مع
الحركة التجارية من ناحية شلون نسجل المنافس، شلون نروح الباخرة، شلون ننزل البضاعة. ذاك الوقت طبعا البضاعة مو بكونتينرات، لما تجي فلة ينزلونها بالسلة كذي شبك مثل السالية كذي، يحطون فيها الكراتين وينزلونها. فنشوفها على الواقع. وبعدين رحت ليفربول اللي هو الفرع لشركة الملاحة هناك في ليفربول، بس بالأساس هو المركز الرئيسي للإدارة لمدة سنة. كذلك رحت هناك وقعدت مدة سنة كاملة في ليفربول في المملكة المتحدة، تعلمت فيها بعد زيادة ومن ناحية كيف إدارة السفن تجاريا والحكي هذا كله، ورجعت. استمرت في الملاحة إلى أي تاريخ؟ قعدت 3 سنوات، 72-74 خلصت منها. فقررت أنا وأخواني، صار اتفقنا مع بعض أن نأسس شركة. أخواني كانوا تقاعدوا في سن مبكرة، وأنا يعني بدون تردد قدمت استقالتي ودخلت في وياهم. ومن ذاك الوقت أنا مجابل الشركة. حتى هل اتجهتوا إلى سوق الأسهم؟ لا، أنا شخصيا أول ما تخرجت من الجامعة 72، يعني أول شهرين ثلاثة جمعت لي من معاشاتي. ذاك الوقت المعاش يعني راهي 260 دينار، فجمعت منها 3-4 معاشات عملت رأس مال. ففرصة كانت أن بدت الشركات، بدأ تأسيس شركات وبنوك، مثلا البنك العقاري تأسس سنة بداية 73 أو نهاية 72، وشركات أخرى. فكنا يعني أبتدي أشتري وأبيع والحكي هذا. في البداية كان البيع والمشترى في سوق الجيت يسمونه، لأنه كان تأسيس شركات، ولكن لما أبيع ماكو بورصة المصغرة. فكانت بورصة عبارة عن دكاكين وفيها ناس تبيع وتشتري مثل دلال ورسميين يبيع ويشتري وكذي، بس ما كانت منظمة يعني. فهذه ابتديتها. بعدين عجبتني هذه عملية العمل ببيع وشراء الأسهم والاستثمار فيها، واستمرت فيها يمكن إلى الآن. كان أيضا وقتها يعني البيع مثل ما ذكرنا والأسهم عملية فوضى، يعني نقدر نقول عنها. متى تنظمت عملية بيع الأسهم وأصبحت بورصة؟ يعني أعتقد إذا ما خانتني الذاكرة، الحين جوجل في كل شيء، بس أنا ممكن يرجعوا لها. أعتقد في سنة 75 أو 74-75 صارت وزارة التجارة والصناعة المناط فيها مسؤولية البورصة والتعامل بالأوراق المالية، سووا بورصة في السرداب في سوق التجار اللي هو مقابل بالبلوكات مقابل المسجد الكبير بالسرداب، وكانت منظمة وفيها السماسرة أو الدلالين. كل مكتب عنده مسجل في الوزارة وعنده اسمه وهو من المسجل، ويحتفظون في أوراق موجودة لديهم للبونات يسمونها للبيع والمشترى. فهذه كانت أول عملية تنظيمية نستطيع أن نقول عنها تنظمت، لكن استمرت هذه لغاية سنة 82. في 82 صارت الشيء غريب اللي هو سوق المناخ التبادل بالمناخ ابتدى من سنة 78 وانتهى يعني بالكارثة اللي صارت. أتوقع كانت في أغسطس. نعم. أغسطس. أغسطس 82. من ذلك الوقت عاد لما انهار سوق المناخ، بعدها فترة سنة تقريبا مع انهيار سوق المناخ افتتحت البورصة الجديدة في مبناها الحالي الموجودة الحالي إلى يومنا هذا. دعنا نتوقف عند نسميها كارثة المناخ، لأن هي كانت كارثة على البعض ربما، وربما استفاد منها البعض. فكيف تشوفها أبو أحمد؟
اللي صار في شيء المناخ طبعا بسبب السوق الغير منظم، بالاضافه الى ما في رقابه من قبل الوزاره المعنيه اللي هي وزاره التجاره. فيعني يمكن هم انا اعتقد يعني هي الكارثه هذه شارك فيها الكثير. زين، ولكن دائما هذه الاشياء الاقتصاديه هي من يعني واجب الدولة وخاصة وزارة التجارة والصناعة. صار في نوع من التساهل في تأسيس الشركات والتساهل كذلك في البيع والمشترى، وعند تساهل في كل شيء إلى وصلنا إلى درجة أن يعني الواحد يطلع من السوق إذا رابح مليون باليوم يقول اليوم ما سويت شيء. اي طبعا، بس كلها ورق يعني، كلها ورق ورق يعني. اي وانا قدام عيني بيع محل ب 40 مليون وهو ما يسوى له شيء يعني. الحين لو تشترينه ما تحصله ب 6000 دينار يمكن تحصله، ف او اقل يعني اجاره. فهذا اللي صار، الشيء اللي صار طبعا هذا الشيء لا شك انه كان اثر على الميزانية اللي بالدولة، وأثر على الاقتصاد، أثر على أشياء كثيرة. والحمد لله عسانا إن شاء الله بعد تجاوزناها الحمد لله. إن شاء الله نشوف الحمد لله. ثم عودة مرة أخرى لحديثنا مع السيد حسين علي الخرافي. عزيزي المشاهد، عودة مرة أخرى إلى ضيفي السيد حسين علي الخرافي واستكمال حديثنا. أبو أحمد، طبعا أسست شركة مقاولات، كيف كان يعني شغل المقاولات في ذلك الوقت؟ طبعا لما أسسنا الشركة كانت في منتصف السبعينات، كان في شغل بيتماشى مع حجم الكويت، بس يعني اكثر شيء كان مشاريع تقليديه عاديه للوزارات الباجيه. كان كذلك في مشاريع بالثمانينات اللي كذلك هي تطوير المصافي. فاحنا يعني بالبدايه العمل في القطاع الخاص يبي له صبر، الواحد على ما يشتغل على ما يتعلم. احنا يعني انا الباك جراوند مالي ماني مهندس، فتعامل اي، فيعني قدرنا ان احنا دخلنا في عالم المقاولات. هو يعني لربما هو الاصعب من الانشطه التجاريه، ولربما يمكن المختارين خط ثاني لربما كان اسهل بكثير من هذه المقاولات. ولكن هاي المقاولات فيها على قولتهم الابز اند داونز، مره يصير في مشاريع كبيره، ساعات ما يصير في مشاريع، بعدين تزيد المنافسه. اليوم يعني يمكن على الاقل في 500 شركه مقاولات، فبالتالي ان الواحد شلون يصير متميز في المقاولات، لازم يصير في نوع من الثبات في ان قدرته التمويليه، قدرته الفنيه، قدرته او سمعته على الالتزام بالاعمال، هذه بالنهايه تنتج. ولكن اذا احنا استمرينا في نفس الاستفسار الان، لا احنا اليوم قاعد نشوف في حركه كبيره جدا في اواخر الاربع خمس سنوات اللي فاتت، اللي نشوف من خلال خطه التنميه. لا شك ان الان انا يعني من اللي قاعد اشوفه اللي قاعد شفته، وفعلا دائما اقولها ان اللي قاعد يصير الان بالكويت من تنميه والمباني المتعلقه اللي بالنهايه تصير مرتوده على المواطن من مستشفيات وغيره وغيره وغيره، لا شك او طرق، لا شك انا ما شفت مثل هذا النشاط من 30 سنه الى اليوم. نعم. فلا شك ان في حركه كبيره جدا. نعم. وفعلا ياتي وقتها، خاصه مع انخفاض اسعار النفط والانفاق من الدوله، لا شك انه لا يحرك الاقتصاد. فيا ريت ان الان يدعم في فعلا ان الحكومه تترجم اهتمامها واقوالها وقناعتها باهميه الخصخصه ودعم القطاع الخاص
المفروض ان نشوف ان الترجمه، ننطر الان ان الترجمه من قول الى فعل. الى فعل. نعم. ايضا انت كيف يعني تشوف صوره الكويت في منتصف الثمانينات، ارتفاع النفط، المشاريع، كيف كانت الصوره؟ لا الصورة يعني انت مراقب للاحداث تشوفها. اي يعني انا اللي شفته انه يعني ان بالسبعينات، بدايه السبعينات اذا رجعنا الى، كان لغايه سنه 1972 كان سعر برميل النفط ما يصير الا 3-4 دولارات. سنة 73 مع حرب أكتوبر قفز إلى 30 دولار، فإجت ثروة كبيرة بالكويت إلى كل الدول النفطية، وبالتالي انعكست على ميزانية الدولة وقدرتها على الصرف وقدرتها بالاهتمام بأبنائها من تلاميذ وغيرها وتدريسهم خارج الكويت، ويعني فتح كافة المجالات. لا شك الآن مع اللي صار مع انخفاض أسعار النفط، طبعا مر علينا ب 85 أن رجع أسعار النفط صارت 7 دولارات. نعم صحيح. فهذا شيء غير دائم. الآن أشوف يعني أملنا أن يستقر سعر النفط اليوم في بهذه الأسعار مع استمرار الاستثمار، وشكل ما قلت لك قبل شوية يجب أن فعلا نطبق الخصخصة لأنها هي الملاذ لنا. وإلى متى يعني الواحد يعتمد على اقتصاديات البترول؟ يجب أن تكون هناك منافذ أخرى، البحث عن موارد أخرى يعني تستغل في الحياة، يعني توظيف. يعني علشان بس الواحد فرصة المشاهد يشاركنا، أمس أنا سمعت أن مثلا ميزانية وزارة الصحة لهذه السنة، بس يبي لها تأكيد، ميزانيتها 1.8 مليار، منها 1.650 مليار هذه معاشات تعطى آخر الشهر. طيب ايش بقى علشان الوزارة تقدر تسوي شيء؟ هذا اليوم عيل بعد 3 سنين بيصير. فالخصخصة هذه لابد منها، وكل يوم تأخير راح يرتد بالسلب على الكل. بالسلب على الكل. نعم. نعم صحيح. أبو أحمد المرحوم أخوكم خالد الخرافي كان وكيل وزارة يعني التجارة، وهذه قطاع مهم، وفي زمنه هو قنن قوانين البورصة. كيف شفت الأمر يعني؟ يعني الأخ الله يرحمه خالد تقلد وكالة، كان وكيل صار بعمره كان 30 سنة سنة 62 أو 63 بعد الاستقلال، وخلال ذاك الوقت ابتدى بالوزارة من البداية، ما كان في وزارة في إدارة. هو أول وكيل ما أعتقد. هو أول وكيل. نعم. فأسسه وحط الإدارات المعنية والأقسام فيها اللي ما زالت هي حتى اليوم، ولكن بدل ما كانوا 50 موظف توسع اليوم طبعاً. جيش يعني من آلاف الموظفين اللي شكل ما كلنا متفقين ما لا حاجة لنا بهم، ولكن جزء من سياسة الدولة بالتالي. نعم. كيف كان وضع شركتكم وعملكم الخاص بعد أزمة المناخ؟ هل أثرت عليكم؟ لا احنا ما احنا شركتنا احنا شركتنا بعيدة عن موضوع المناخ. كانت تخصصها كانت هي تعمل في مجال تخصصها، وما حطينا ولا فلس من أعمالنا في المناخ. اللي يحب يشتغل مناخ يشتغل من جيبه. فالشركة ما تأثرت، ما لها علاقة بالمناخ من قريب أو بعيد، واستمرت في أعمالها. أنت لماذا تفرغت يعني فقط للاقتصاد، لم تتجه إلى عمل آخر كالكثيرين مثلا؟ عمل مثل ماذا؟ سياسة يعني؟ سياسة، وظيفة، أي شيء. لا هذه الوظيفة شكل ما قلتها من البداية. أنا أعتقد وهذه يعني أقول حق أبنائنا وبناتنا من الجيل اللي جايين لسوق العمل، أشجعهم فعلا إذا عندهم المقدرة أن يروحون القطاع الخاص، يتوظفون بالقطاع الخاص أو يعملون يبادرون في أعمال خاصة فيهم،
إذا لكن إذا ما عندها أو ما عنده التفكير المعين حاليا يعمل بالقطاع الخاص يتعلم، لأن الذي يعمل بالقطاع الخاص هذا من النوع بالنهاية راح يكون قادر على التعامل مع كل الأشخاص على كافة المستويات، عند القدرة أن كذلك يتعامل ويعمل في أعمال كثيرة، ممكن يتعلم المحاسبة، ممكن يتعلم خلال عمله الإدارة اللوجستيك، فيصير على قولة الإنجليز جاك أوف أول تريدز أو بالمصري بتاع كله، فبالتالي عنده أو عندها يكون يعرف يصير عنده أبعاد شخصيته لها أبعاد من ما يساهم أن هاي تنمي شخصيته، وبنفس الوقت كذلك ممكن هو أو هي يعمل فيها أعمال كثيرة، ومع الوقت لما يكون عنده خبرة راح يكون مطلوب في أي محل. نعم. هل هذا يعني هذه النظرة التي تملكها طبعا نتيجة خبرتك في الحياة وفي العمل كذا، هل هي جعلت اهتمامك أيضا بخدمة المجتمع؟ طبعا عملت في خدمة المجتمع من خلال التخصصي أو من خلال خبرتي في مجالات معينة، فعملت طبعا رشحت نفسي قبل فترة يمكن قبل 15 سنة في غرفة تجارة صناعة الكويت، والله وفقني ونجحت في الانتخابات وما زلت عضو فيها في حتى الآن في الغرفة، وبنفس الوقت دخلت في كذلك سجلت كعضو في اتحاد الصناعة الكويتية كوني أنا عندي اهتمام بالصناعة، ومع الوقت ابتديت أتنقل من عضو مجلس إدارة إلى نائب رئيس، الآن صار لي فترة أنا رئيس اتحاد الصناعة الكويتية، هي مؤسسة غير ربحية تخدم القطاع أصحاب الصناعة، تحاول تحل مشاكلهم تدافع عنهم كذا، وأنا شفت نفسي في هذا الموضوع أن أنا قادر أن أعطي في هذا، وهذه خدمة عامة، لكن لا شك أن أي نجاح ينعكس أو أي مكسب نحصله بالاتحاد راح ينعكس علينا كلنا بما في حتى نعم. نعم. كيف نظرتك رجل اقتصاد للحياة الاقتصادية في الكويت مستقبلا؟ كيف لو نرجع إلى السبعينات، سألتيني قبل فترة، إذا لو نرجع إلى السبعينات منتصف السبعينات نحن كان شركتنا كانت شويخ الصناعية وعندنا عمارة في المباركية، فأنا أروح ساعات هني وأروح هني، كانت المباركية ورشة نحل، لما نروح هناك ما في محط ريل سواء كانوا للناس يجونا من العراق أو من إيران للتبضع. نعم. وبنفس الوقت كنا في شويخ كانوا يجون عندنا من الإخوان من جيراننا من السعودية وغيره، بذاك الوقت ما كل ديش الكريدت كارد، كله كاش، شنط كاش يشترون فيها بضائع من الكويت وتنتقل، فكانت الكويت كان فيها حركة ترانزيت كبيرة. زين، إذا تذكرنا يمكن بحركة الترانزيت اللي كانت ما خلال الحرب العالمية الثانية وما بعد الحرب العالمية الثانية، اللي انتشر الأسطول الكويتي وكانت الكويت توصل بضائع الكويت وتنتقل ترانزيت إلى برا إلى الشام وإلى البحرين وغيره وغيره، نفس الشيء بالسبعينات كانت نهضة كبيرة جدا بالسبعينات، وكان يمكن من خلال قبل الحرب الإيرانية والحرب الإيرانية وكذا، فكان في فعلا انتعاش اقتصادي. بعدين أشوف بدأ الشيء يخبو شوي 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 وتنتعش الدول اللي بالجوار، وإحنا ظلينا في سبات، هذا السبات ابتدينا نصحى من الحين، ولكن الآن مطلوب منا أن يعني نركض مو نمشي، علشان نعيد العجل أو نقدم العجل، مو بس نقدم العجل، يمكن إحنا كذلك إحنا قاعد نقول أن معظم إيراداتنا جاية إيرادات البلد جاية فقط من النفط، هذا ما يصير. زين، فلازم يصير في تنويع الاقتصاد، تنويع الاقتصاد لازم يصير في مبادئ وفي سياسة وفي استراتيجية ولها أهداف محققة واضحة علشان نحققها. هل تعتقد الأجواء المحيطة الآن تساعد على ذلك؟
اي بالعكس، انا اشوف ان يعني الان الاجواء المحيطه احنا قاعد نحاول نشوف من خلال مثلا اللي شفنا المؤتمر الاعمار اللي بادر فيه سمو الامير الله يحفظه في عمار العراق مثلا. انا دائما انادي واقول ان لا ان العراق وخاصه جنوب العراق هي امتداد طبيعي لسوق الكويت، فبالتالي اي اذا احنا ننادي بالاستثمار اللي يجينا الاستثمار من الخارج او المستثمر الاجنبي، وكذلك ننمي الاقتصاد ويصير عندنا يعني قطاعات اخرى يعني تتماشى وتدعم الاقتصاد وتدعم كذلك وتكون مورد ثاني غير النفط، يجب ان يصير في تسهيل للعمليه التجاريه بيننا وبين العراق، تطوير الناحيه الامنيه وياهم من خلال معدات جديده، تسهيل الزيارات للتجار العراقيين، وبالتالي هذه يعني هي عمليه سلسله واحده ورا الثانيه بحيث انه يكون في تنشيط للاقتصاد. اي شيء يصب في الاقتصاد سواء في البيع بالتجزئه او الصناعه او التجاره او كل هذه يجب ان واحنا يعني الكويتيين اساسا او الكويت تاسست كدولة ترانزيت ودولة تجارة. فيعني اعتقد يعني الفرصة امامنا يعني. هي عملية الاستفادة من الفرصة، بعد اذا ما نستفيد من الفرصة شو نسوي؟ كلمة أخيرة أبو أحمد. كلمة أخيرة أنا أقول أن احنا يعني جيل محظوظ أو جيلنا جيل محظوظ، لأن جيلنا ابتدينا احنا ما حاشنا الأيام الفقر أو الفقر. زين فيعني من سن الـ50 انا لحقت على الكويت لما كانت كلها شوارع طين. لحقت على الكويت او لحقت على بيتنا ما في كهرباء. لحقت على بيتنا في البرمه مالت الماي، ما تدرين هذا الماي شنو فيه علشان نسوي كذا. الان هو الاصح. بعدين شوي شوي شفنا كنا محاطين بسور الكويت اللي هو الطين، بعدين هدم السور وانطلقنا وشفنا الخير كله، وشفنا كذلك ابتدينا نشوف ممارسات كان ممتازه جدا، بعدين ممارسات ابتدت تسوء، بعدين احنا قاعدين نشوف الاشياء السلبيه اللي صارت، بعدين بدينا نشوف العجز الان اللي صار في الميزانيه. ويعني انا برايي يعني انا اعتقد ان احنا مثل جيلنا ما تكرر كثير بالتاريخ يعني. الى الان فانا اعتقد الله حبانا بثروه احنا مسؤوليتنا نحافظ عليها. لازم كلنا الحكومه والناس والشعب، ولكن لازم يكون في نوع من الاداره السليمه والتخطيط الكافي لما حبانا الله به، مو فقط لنا وللاجيال القادمه. نسأل الله في النهاية يعني حسب تمنيات أبو أحمد يعني الأمن والأمان يعني بقيادة حضرة صاحب السمو الله يحفظه وولي عهده، ودائما أبدا الكويت هي يعني كانت مثل ما ذكر في الحديث هي نقطة التقاء للكثير من يعني الأفكار والتجارة تنطلق من هذا المكان. نريد أن تعود الريادة للكويت كما كانت على امتداد العصور. في ختام هذا اللقاء عزيزي المشاهد أحييك لحسن المتابعة، وأشكر ضيفي السيد حسين علي الخرافي رجل الأعمال. شكرا أبو أحمد، يعطيك العافية. الله يبارك فيك. شكرا.